ليك فن. طيب قدم النهارده على الديار في عقار في شارع خليل حماده شرق الاسكندريه، عايزين نعرف التفاصيل كده. فور ابلاغ الغرفه المركزيه للطوارئ بمديريه الشؤون الصحيه التابعة لوزاره الصحه والسكان وتلقي الاوامر من معالي محافظ الاسكندريه. تم الدفع باكثر من 10 سيارات اسعاف، فيها منها سيارات اسعاف مجهزه كعنايات مركزه للتعامل مع الحالات الخطيره. حتى الان هو عقار به مصطفين، لم يتم تحديد عدد الافراد بالداخل حتى الان لان هم مصطفين مش من اهالي المنطقه. حتى الان حاله واحده اصابه واصابه بسيطه، جرح قطعي في الرجل، تم تحويلها لاقرب مستشفى، هي مستشفى شرق المدينه. اثناء رفع الانقاض والبحث عن المصابين تم انهيار جزئي تاني وادى الى تدافع، واثناء عمليات الانقاذ تم اصابه احد الاطقم الطبيه، احد المسعفين المتواجدين بعربيات الاسعاف، وتم نقله ايضا الى المستشفى وجاري تقييم الحاله الصحيه له. عايزه اطمن الساده مواطنين الاسكندريه ان هو تم رفع درجه الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعه لوزاره الصحه والسكان، وكذلك التامين الصحي والمؤسسه العلاجيه وباقي القطاعات الصحيه لتوقع وجود اصابات تحت الانهيارات. لم يتم تحديد حجم المصابين حتى الان، بس احنا جاهزين. تم فتح مخازن الأزمات والكوارث، جميع الأدوية الخاصة بالأزمات والكوارث تم صرفها وتوزيعها على المستشفيات، هي كانت موجودة بكميات نظر استعداداتنا لدخول عيد الأضحى المبارك، وتم تزويد المستشفيات جميعا. تم تفعيل خطة الطوارئ والأزمات، جميع المستشفيات جاهزة بكافة الأطقم، سواء طوارئ سواء استقبال سواء عمليات. أيضا يوجد فرق انتشار سريع تم استدعائها للتعامل مع الحالات بموقع الحدث، وما يحتاج نقله إلى المستشفى يتم نقله لإعادة التقييم مرة أخرى، ويتم اتخاذ اللازم من إجراءات طبية علاجية وتدخلات جراحية بجميع التخصصات. فرق الانتشار السريع عندنا تشتمل على تخصصات قادرة على التعامل مع الأحداث، منها جراحات المخ والأعصاب، منها جراحات الأوعية الدموية، منها جراحات العظام. إن شاء الله نحاول يا رب نطمن أهالينا، ونتمنى يكون أقل عدد من المصابين وأقل عدد من الجرحى إن شاء الله، ونتابع مع حضراتكم تفاصيل عمليات الإنقاذ للمصابين. صعب النهارده، ربنا يعينكم يا فندم. يا رب يا رب يعيننا جميعا. انا بشكر كل زملائي في المحافظه من جميع القيادات التنفيذيه، من دفاع مدني، من شرطه، من تضامن اجتماعي، وجميع قيادات المحافظه وعلى راسهم طبعا طبعا معالي محافظ الاسكندريه. وحقيقي بتقدم بالشكر لقياداتي في وزاره الصحه